هذا وبدأت وزارة الموارد المائية والري وبمشاركة عدد من الشركات المصرية في مشروع تطهير الحشائش بمنطقة بحر الغزال في جنوب السودان. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الدولة المصرية مجموعة من المشروعات في جنوب السودان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعميق التعاون بين البلدين. مشروع مقاومة الحشائش المائية في مجرى بحر الغزال، وهو أحد المشروعات التي تساعد بها مصر أشقائها في جنوب السودان. بحر الغزال هو الفرع الغربي الرئيسي لنهر النيل في جنوب السودان، ومن المعلوم أن أرض جنوب السودان الشقيق أرض معدومة الانحدار، وتغطي الحشائش المائية نسبة 85% من عرض مجرى النهر، وهي حشائش ذات كسور قوية وثابتة أحياناً في جوانب المجرى، وفي بعض الأحيان تكون حشائش عائمة في وسطه، وتتحرك تلك الحشائش على شكل جزر شبه عائمة، مما تؤدي إلى انسداد المجرى، وهو ما يتسبب في حدوث فيضانات وغرق القرى والمدن وتشريد الآلاف وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى منع حركة الملاحة في معظم المناطق، كما تتسبب في عدم القدرة على صيد الأسماك بسبب ركود المياه في المجرى. وفي ظل العلاقات الأخوية الطيبة بين دولتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، فقد تقدمت حكومة جنوب السودان بطلب للحكومة المصرية للمساعدة في إعمال تطهيرات المجرى المائي لبحر الغزال للتغلب على مشكلة غرق المناطق السكنية وارتفاع المياه وتأثير الأنشطة الاقتصادية المختلفة. أحد أهم المشروعات اللي احنا شغالين فيها في جنوب السودان هو مشروع عمل التطهيرات بمجرى بحر الغزال، وهو طبعا تحت إطار مذكرة تفاهم تم توقيعها في أكتوبر 22. بنقوم المفروض هنا بنستهدف تطهير 30 كيلومتر من مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة في اتجاه بحيرة نو كمرحلة أولى لتطهير المجرى من الحشائش الضارة. وطبعا وجود الحشائش في المجرى المائي بيعوق المياه انها تسري في المجرى المائي، وبالتالي بيحصل فيضان وغرق بيضر بيه اهالينا في جنوب السودان اللي بيعيشوا في المنطقة دي. الحقيقة في المشروع شغال كويس جدا، وقمنا حتى الان بتطهير ما يقرب من 11 كيلو من مجرى بحر الغزال بعرض 50 متر. كده نقول أنجزنا حوالي 36%، ماشيين تبع الخطة الزمنية بشكل جيد، وإن شاء الله كل ده يتحسن كل ما بنقوم بتطهيرات أكتر في بحر الغزال. وباتت النتائج الإيجابية للمشروع ملحوظة من خلال انخفاض مناسيب المياه بالمجرى المائي وسهولة انساب المياه في المجاري المائية مما يحد من الفيضانات، إضافة إلى عودة الصيادين إلى ممارسة عملهم المعتاد وزيادة الدخل وانخفاض معدلات الفقر، مما أدى إلى الحد من ظاهرة الهجرة من منطقة حوض بحر الغزال إلى مناطق أخرى، إلى جانب تحسين الأحوال الصحية وانخفاض معدلات الأمراض والأوبئة.